السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا الدكتورة روحية العسوي، أستاذ الغدد الصماء، كلية الطب جامعة اسكندرية. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على أورام الغدة النخامية. الغدة النخامية، عشان نعرف إيه هي الغدة النخامية، دي بتقع في قاع المخ جوه، عبارة عن زي غرفة من العظام. الغدة النخامية دي هي المايسترو بتاعت كل الغدد بتاعت الجسم، يعني هي اللي بتنظم نشاط كل الغدد اللي في الجسم. لو اتكلمنا على أورام الغدة النخامية، أولا في أورام حميدة وأورام خبيثة، لكن الغدة النخامية ما فيهاش أورام خبيثة خاصة بيها، يعني فيش حاجة اسمها بيتيوتري كارسينوما، لا، لكن ممكن يجي لها أورام من حتة تانية، مثلا زي كانسر بريست مثلا، يعني السرطان الثدي ممكن يبعت للغدة النخامية، ممكن سرطان الرئة ممكن يبعت للغدة النخامية. دي الأورام الخبيثة اللي هي ممكن تصيب الغدة النخامية. في كمان الأورام الحميدة، هو يبقى في نوع واحد فقط اللي هو الأدينوما، دي اللي هي الأورام بتاعت الغدة النخامية. الأورام بتاعت الغدة النخامية بتعتمد على نوع الخلايا اللي حصل فيها الورم، يعني في خلايا مثلا بتطلع الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو، دي لو زاد النشاط بتاعها هتدي اللي هو الجايجانتيزم او الاكروميجالي، يعني اللي هو بيقولوا عليه مش عارفه جاينت، يعني مش عارفه العربي تبقى ايه، لكن هو بجاينت بيبقى طويل جدا وبيبقى قوي جدا في الاول، وبيحصل تضخم في العضلات، وبيكبر الوجه كله والمناخير والأنف والفم والشفتين، الإيدين بتكبر والرجلين بتكبر، كل حاجة بتكبر، لكن اللي بيبان قدام المريض إن هو اللي بان إيه؟ الإيدين والرجلين، يعني مثلا تلاقيه الشوز بتاعه مش قادر يلبسه لأنه بقى ضيق عليه، الخاتم بتاعه بقى ضيق، عشان كده بيقولوا ان هو بيأثر على اطراف بس، اكرا يعني اطراف، لكن المريض مش عارف ان القلب كبر والرئه كبرت والكبد كبر والمعده كبرت، كل حاجه كبرت لكن كل حاجه في مكانها، لكن هو مش شايف، عشان كده سموه اكروماجلي. ده بيحصل بعد، لو حصل زياده في النشاط بعد البلوغ، لكن لو حصل النشاط قبل البلوغ ده بيدي اللي هو العملاق بيبتدي يطول لغايه ما الجسم بقى ما فيهوش اي امكانيات تانية للطول، ده اللي هو الجاينت او الجايجانتيز. ده نوع من انواع النشاط، زياده في النشاط الغده النخاميه نتيجه لزياده نشاط الخلايا اللي بتطلع الجروث هرمون اللي هو هرمون النمو. ممكن حاجة تانية اللي هي المور كومن، يعني هي أكثر شيوعا، اللي هي بتطلع البرولاكتين. البرولاكتين اللي هو هرمون الحليب أو هرمون اللبن اللي بيقولوا عليه. البرولاكتين ده المفروض ان هو الهرمون الوحيد اللي هو موجود، لكن الجسم بينشط بيثبط نشاطه، ما بيخلوش يتفرز، يعني كلنا عندنا برولاكتين لكن مش محتاجينه، عشان كده بتبقى كميته قليلة جدا عندنا. لكن امتى بيحتاج البرولاكتين ده اللي هو هرمون الحليب ده؟ لو الست هي بقت حامل او بترضع، هو في الحالة دي احنا عايزينه لانه بيجهز الثدي نفسه لافراز اللبن، فعشان كده لازم بيزيد اثناء الحمل واثناء الولاده. لكن لو كبر في لاي سبب تاني نتيجه لزياده نشاط الخلايا اللي بتفرز البرولاكتين ده بيبقى مشكله. ليه بقى؟ لانه بيقلل هرمونات اللي هي مسؤوله عن التبويض، عشان كده الست دي ما بتبقاش حامل، ما تقدرش تحمل، تبقى عقيمه. الراجل نفس الحكايه، بيقلل تكوين الحيوانات المنويه، فعشان كده الاثنين دول ما يقدروش يحملوا. لكن من كرم ربنا سبحانه وتعالى ان الحاجات دي اكثر شيوعا واسهل علاجا، وبتجيب نتيجه جامده حلوه قوي قوي، وبتتعالج كلها. ولو كان العقم سببه هو زياده نشاط الغده النخاميه نتيجه زياده البرولاكتين، ده يبقى هيتعالج، والست دي او الراجل ده هيخف وان شاء الله هيخلفه. دول مثالين لزيادة في نشاط الغدة النخامية. ممكن زيادة تاني نشاط الغدة النخامية
لو زاد نشاطها ممكن تزود نشاط الغدة الدرقية، ودي بتعمل نوع من انواع التسمم في النشاط في الغده النخاع، ده نوع ليه تسمم الغده الدرقيه. دي زياده النشاط. ممكن قوي الزياده في النشاط او زياده الورم جامد قوي يعمل ضغط على الخلايا اللي جنب اللي حواليه، فنبص نلاقي مثلا زياده في نشاط الخلايا اللي بتطلع الجروس هرمون اللي هو هرمون النمو، هتضغط على بقيه الخلايا فهتاثر على الجروس بتاع ده، مثلا الهرمونات اللي بتاثر على الجهاز اللي هو التناسلي، يعني زي ما احنا قلنا بيطلع منه الهرمونات اللي بتساعد على التبويض. في الحالة دي لو ضغطت عليها ممكن ما يبقاش فيه تبويض، ويبقى فيه البيشنت ده أو المريض ده يبقى عقيم. ممكن أوي برضو تضغط على بقية الخلايا وتعمل ضمور في الغدة النخامية للخلايا المجاورة، وفي الحالة دي بيبقى نشاط الغدة النخامية بيبقى قليل. فحقيقة دي اللي هي الأورام بتاعت الغدة النخامية، أورام بسميها أدينوما، ودي أورام حميدة، وده النوع الوحيد للأورام. لكن في الأطفال بيبقى نوع تاني اللي بنقول عليه كرينيوفارينجيوما، بيبقى مختلف شوية. أثناء تكوين الغدة النخامية هي عبارة عن فصين، فص من بيطلع من المخ وده الفص الخلفي، والفص الامامي بيطلع من الغشاء المخاطي المبطن لسقف الحنك، سبحان الله يعني. وبعد كده بيتجه الى اعلى ويروح ناحيه المخ وينفصل نهائي عن الفم. لو ما انفصلش عن الفم ممكن يزيد قوي، ولما يزيد قوي في الحجم ده بيعمل اعراض مشابهه لاورام الغده. الاولاد دول طبعا وهم صغيرين ما بيجولناش احنا، بيروحوا لدكاتره الاطفال. لكن ممكن الولد ده يجي لي انا بايه؟ يجي يشتكي من قصر القامه، ممكن يجي يشتكي من تاخر البلوغ. يبقى دي الاورام الغده النخاميه، اورام حميده. في اورام في حاجات ثانيه لكن مش اورام وبتدي نفس الاعراض، يعني مثلا تدي اعراض اي ورم بيبقى له حاجتين، بيبقى ضغط على الحاجات اللي حواليه، وممكن زيادة في النشاط اللي هو الخلايا اللي هتطلع الهرمون اللي هي نشطت. يبقى حاجتين، يبقى يا اما زيادة نشاط الغدة يا اما زيادة يا اما ضغط عليها. من الحاجات اللي ممكن الغدة النخامية تضغط عليها قوي اللي هو العصب البصري، في حاجة اسمها الأوبتيك كيازما، دي لو ضغطت عليها يبتدي العيان ما يشوفش من الناحيتين لكن يشوف من النص بس. يعني لو راكب عربية ممكن تلاقيه بتخبط من ناحيتين ويقول لك يا دكتور انا مش شايف من ناحيتين، لكن لو زاد الضغط قوي ممكن المريض يفقد البصر. ده بالنسبه للضغط على، واحنا اتكلمنا من شويه على الضغط على الخلايا المجاوره. في بعض الحاجات بتعمل ضغط اللي هي اعراض الضغط فقط. ليه؟ لان هي ما بتطلعش اصلا هرمونات، الخلايا بس اللي بتطلع هرمونات هي اللي بتدي اعراض زياده في الهرمونات. دي فكره بسيطه وسريعه عن اورام الغده النخاميه.